لو انت لسه مبتدئ على اليوتيوب ونفسك تبقى ناجح ويكون عندك آلاف المشتركين وآلاف المشاهدات، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا علي فوزي، فيديو جديد على قناة محترف النت. اولا اذا كنت مهتم بالمحتوى ده ياريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. بيجي لي اسئلة من ناس كتير، انت ازاي جبت 75,000 مشترك في الوقت القليل ده؟ انت ازاي حصلت على المشتركين دي كلها؟ انت بتحصل على مشتركين كتير في وقت قليل؟ والاسئلة دي بتيجي كتيرة جدا جدا. اولا كل اجابات الاسئلة دي موجودة عندي. طب انت ازاي اساسا بدأت على اليوتيوب؟ ازاي انك حصلت على كل المشتركين دي؟ ازاي تخطيت شروط اليوتيوب وحققت الربح على اليوتيوب؟ وغير كده كمان عملت مداونة وعندي موقع، عندي موقع الكتروني وبرضو مفعل ربح. فبالنسبة لتجربتي انا عملت ايه عشان تنجح في الموقع الالكتروني وتحقق الربح وبرضو تنجح في القناة على اليوتيوب؟ اولا انت عشان تنجح على اليوتيوب محتاج اولا ان انت يكون عندك محتوى بتقدمه، يعني فيديوهات بتقدمها، والفيديوهات اللي انت بتقدمها دي يكون فيها محتوى مهم او حاجة كده مميزة انت بتقدمها في المحتوى ده، يعني المحتوى ده قيم. يعني ايه محتوى قيم؟ يعني مش مثلا عملت محتوى محدش عمله قبل كده، لا. انا مثلا لما بكون مثلا هقدم لناس معلومة، مثلا ازاي انك مثلا تغير صورة مصغرة على اليوتيوب مثلا، محتاج ان الفيديو بتاعي يكون فعلا بيشرح الحاجة دي بطريقة كويسة الناس تفهمها. يعني لازم ان انا مثلا الشخص لما يخش على الفيديو بتاعي يفهم انا بعمل ايه. فهو ده انك يكون الفيديو بتاعك فيه قيمة، يعني الفيديو بتاعك يكون فعلا فيديو فيه محتوى قيم، تمام. ويعني في ناس بتقولك انا مثلا بنشر فيديوهات وما بحصلش على اي حاجة، وتيجي تبص على الفيديوهات بتاعتهم تلاقيها فيديوهات تافهة جدا ومفيش حد هيتفرج عليها، او انت للأسف دلوقتي التافه هو يعني الحاجة، الفيديوهات التافهة هي اللي بتاخد مشاهدات اكتر. ولكن برضو لازم يكون الفيديو بتاعك في قيمة في الفيديو عشان الناس توصل عليه. اولا سيبنا من الموضوع ده، انا دلوقتي محتاج ايه عشان انجح على اليوتيوب؟ محتاج ان انت تعمل فيديوهات باستمرار. هتقول لي ما انا بعمل فيديوهات وباخد 4 مشاهدات ومشاهدتين وحاجات بسيطة. ما هو لازم، طب ما انا كنت كده، انا كنت في فيديوهات، والله العظيم انا بحلف بالله كانت في فيديوهات عندي في القناة ابص الاقيها جابت مشاهدتين مشاهدة، في فيديوهات ما تجيبش تبقى لسه صفر زي ما هي، كنت بتضايق جدا. ولكن طبعا مع الصبر طبعا بتفضل ان انت تستمر في المحتوى. والله العظيم مرة واحدة لقيت الفيديوهات اللي كانت بتحصل على 4 مشاهدات والفيديوهات اللي ما كانتش بتحصل على مشاهدات اساسا، مرة واحدة الفيديو اللي بقى 300,000 دلوقتي، والفيديو اللي بقى 140,000، والفيديو اللي 200,000 مشاهدة. فطبعا كل دوت يعني حاجة يعني كل ده مثل طبعا بقوله لكم يعني. طب انت دلوقتي عندك الفيديوهات بتاعتك اللي انت بتعملها، محتاج ايه تاني؟ ماشي، انت دلوقتي صانع محتوى بتعمل فيديوهات، محتاج انك تستمر في نشر الفيديوهات على قد ما تقدر. لازم على قد ما تقدر تنشر فيديوهات، انشر مثلا انشر فيديوهين في اليوم، فيديو في اليوم كويس جدا، فيديو كل يومين. المهم انك تفضل تستمر في المحتوى، انشر فيديوهات على قد ما تقدر. افضل طول ما انت بتفضل تنشر فيديوهات، مثلا الفيديو ده النهاردة مثلا جاب لي 10 مشاهدات، الفيديو التاني يجيب لي 20، الفيديو التالت يجيب لي 30، الفيديو العاشر يجيب لي 100 150 200، هتفضل تعلى في المشاهدات. وبرضو اليوتيوب هتبدأ تفهم من الاخر كده، اليوتيوب عايزة تعرف هل انت هتستمر في نشر المحتوى ده وهتستمر تقدم المحتوى بتاعك، ولا انت عايز مثلا تنشر فيديوهين ثلاثة وتفضل قاعد تشوف الفيديوهات دي هتجيب مشاهدات ولا لا. فطبعا اليوتيوب بتبدأ تفهم ان انت يعني بتقدم محتوى كويس والناس بتبقى عايزة تشوفك. بناء على ذلك الناس هتقول لي برضو، واحد هيفضل يقول لي انا طب انا قناتي اساسا ما بتظهرش في محرك البحث. انا برضو قناتي ما كانتش بتظهر في محرك البحث، ولكن مع مرور الوقت القناة بقت تظهر في محرك البحث، لان انت بقيت بتنشر المحتوى بتاعك في استمرار.
ودايما كل فيديو تنشره دايما بيبقى فيه الكلمات المفتاحية تحت، كل ما تنشر فيديو اكتب اسم القناة في الكلمة المفتاحية بتاعتك بتاعت الفيديو، هتلاقي برضو ان القناة بتاعتك بدأت ان هي تظهر في محرك البحث. الفيديوهات ما بتظهرش في محرك البحث، لازم في الاول الفيديوهات ما تظهرش في محرك البحث. كل ده يا جماعة حاجة لازم كله يعدي بيها. انت عشان تعدي كل ده تعمل ايه؟ انشر فيديوهات باستمرار، الفيديو يكون قيم، كل ما تنشر فيديوهات اكتر اليوتيوب هتفهم ان انت بتقدم محتوى كويس، هتبدأ انت تتصدر نتائج البحث مرة مع مرة، هتبدأ قناتك تتصدر نتائج البحث، هتبقى نتائج البحث بتاعتك فوق، هتبدأ تعلى في محرك البحث مع استمرار الفيديوهات. مش فيديوهات كتير، هتقول لي طب ما الالف مشترك هيبهم منين؟ طب ما انا الخمسة وسبعين الف مشترك اللي جبتهم في وقت قليل جدا منين؟ جبتهم من المشاهدات، يعني جالي مثلا ناس كتير شافت الفيديو، فطبعا اللي بيشوف الفيديو وبيعجبه الفيديو بيشترك، ولازم طبعا انك تقول الفيديو في الفيديو بتاعك يا ريت تشترك في القناة. فانت طالما بتقدم محتوى كويس والناس بتبص بتشوف الفيديوهات بتاعتك وشافت انك فعلا شرحك كويس هيشترك عندك في القناة. انا ما جبتش مثلا 75 الف مشترك في وقت قليل، انا يعني دلوقتي خلاص دخل على 80 الف مشترك، بس يعني ما جبتش عدد المشتركين ده، جبته في وقت قليل اه، بس ما جبتهوش كده من الهوا، جبته من الناس بتخش على الفيديوهات بتلاقي الفيديوهات اه الشرح كويس بتشترك في القناة. يعني مش هو ده. طب خلاص انا دلوقتي سهلة هجيب الالف مشترك، طب والله 4000 ساعة. الاربع تلاف ساعة دايما حاول على قد ما تقدر ان انت تخلي الفيديوهات بتاعتك مدتها اطول من خمس دقايق، يعني مثلا خلي مثلا الفيديو بتاعك 8 دقايق، خلي الفيديو بتاعك 10 دقايق. البث المباشر، البث المباشر من افضل الحاجات ان انت ممكن تحصل عليها على ساعات مشاهدة. يعني مثلا انا بعمل بث مباشر، الناس بتبقى موجودة عندي فبتفضل قاعدة، بيقعدوا يسألوا اسئلة، بنفضل نتكلم مع بعض في البث المباشر، فبتحصل على عدد ساعات كتيرة جدا من البث المباشر. وطبعا لما انت بتحصل على عدد ساعات كويسة من البث المباشر، الناس يعني بيبقى عندك ساعات مشاهدة كتير في القناة. غير كده الفيديوهات بتاعتك كل ما تكون اطول تحصل على عدد مشاهدات اطول. عدد هو اولا انت بتبقى محتاج 4000 ساعة مش 4000 مشاهدة. فطبعا كل ده سهل، بس انت طالما لازم طالما انت نشرت محتوى وحصلت على مشتركين مرة واحدة، لازم مرة واحدة طول ما انت بتنشر المحتوى بتاعك والفيديو بتاعتك مرة واحدة، هتلاقي فيديو من اللي كان بيجيب 4 مشاهدات عذرا، هتلاقي مرة واحدة فيديو من اللي كان بيجيب 4 مشاهدات بتاع زمان، ده ايه ده؟ الفيديو ده جاب 180 مشترك، ايه ده الفيديو ده جاب 200 الف مشترك، ازاي الفيديو ده جاب 400 الف مشترك؟ انا وصل في فيديو عندي جاب مليون و200، ولكن الفيديو ده اتحذف. طبعا الناس القديمة عندي في القناة عارفة اتحذف ليه، لان كانت فيه مشكلة كده. الفيديو عندي جاب 1,200,000، فطبعا انت مش صعب انك تحصل على ده ومش سهل انك تحصل على ده. حطيت هدف في دماغك، انشر محتوى بتاعك اللي انت بتحبه، هتنجح في اليوتيوب 100%. هي دي الحاجات اللي انت لو عملتها هتنجح في اليوتيوب. افضل انشر في المحتوى بتاعي، تفضل تنشر على قد ما تقدر، انشر فيديوهات، طول مدة الفيديو شوية، ان شاء الله على طول هتلاقي نفسك ناجح على اليوتيوب. اوعدك طبعا انت طالما طبقت الشروط دي هتنجح. جبت مشاهدات جامدة، جبت 180 مشاهدة مثلا في فيديو، هتلاقي ان الساعات اساسا لازم هتبقى كتير، هتلاقي انك عديت اساسا الالف مشترك. فانت الفكرة مش انك تتبادل اشتراك مع حد، ولا انك تقعد تجيب حد وتقعد تتبادل اشتراكات، الفكرة انك تقدم محتوى بنفسك. هتنجح، انت هتنجح على اليوتيوب، بس لازم تقدم اللي عليك عشان اليوتيوب يعمل اللي عليه. فطبعا اتمنى جدا كل التوفيق لكل متابعين عندي في القناة او مش المتابعين عندي في القناة، بتمنى جدا التوفيق لكل اي حد مبتدئ على اليوتيوب. بشكركم جدا. ياريت طبعا لو انت مهتم بالمحتوى ده اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. شكرا جدا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.